شخصيته وإسلامك كدونيو إسلامك يوبهنيا شخصيته وبهنيا إنه نقض قف قفك مسلم كا محله كدونيا إنه سو يرا قف مسلم أي أي أن ظلمك بين زوجاتك دعاء وظلم قطرة خاصة أن رجع أن واحد أركيسا إن ظلم آد وفربضنا يقول عن أيجو إلهي سبحانه وتعالى أنك جعب سنين حاسس كود هذه آد آد هوي ذا يوابها آد عاسي آد وهيد علمها عاسي نقنايا وليه علماء ذو حيران وحيابها الدنيا ذو كسر دك دك عقابته والدنيا ذو كسر دك دكته وحكى وهو الرأي أكمد والدين تعاسني ماذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم الحمد لله إلهي مهدي سهد الملك الهوذ قصوى الله بني أنه قوس حسوسنا ذكر إلهي سبحانه وتعالى وناكر أصفرين حمد إذكرين إلهي وحنكبرين ميزانك حسناتك قوكو مغلا وكوية لغيستائك ودقمة وحي الشيغيين وحي الوشيغي الله نقدر دمانتين با وحنكو جرنا بالرمضان سالة سعطان حلقات كان وحي مركز كتاب سيهين رمضانك وحن عاوك هاد لنا موضوعك لأسان رمضانك قصيه سيدان هو الشيغني رمضانك إلهي سبحانه وتعالى ومن حقه إلهي أبحيي إنه الدومدي سوق دي مدافو سادرات دي وحن قصوا بالله حديث كي جبريل نكي رمضان هاليلة وان لو دي مدافن سادرات دي مدافك وهل كان ورمضان كبشا أهي هدن وحضر كيسا وإنه وحل وحر الشروط وان لو وحر عبادات ككالي شروط داس حديث النبي عليه الصلاة والسلام قصوا أررتي إنه يري النبي عليه الصلاة والسلام حديث كصحيح أها من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وعلي النبي عليه الصلاة والسلام نكي قصوا من رمضان كي صوم رمضان أصغوا لبشر دي الإيمانا إيمانا واحتسابا أما نكي صلاة الليل قيام الليل كتكذا إيمانا واحتسابا لبداس نكي لقيه لشر دي أي غفر له ما تقدم مركا een waxa kamid tahay arintan aydana miisaadka ama khasaais uu leeyahay bisha ramadaan leedahay aydu ciibaadadka dhan loo sameeyo iimaanan loo sameeyo waxtisaab loo sameeyo oo qofka muslimka markuu salaad tukanayo oo soo aaminsan salaadaas inay waajib ku tahay in uu tukado ilaahayna ajir kaga doonayo tukado hadana saraha si saraha lagu mushiigin een oo markii ilaahay subhanahu wa ta'ala aqimu salaad dhahay wax iimaan waxtisaab lama muujin halka waxa ka muuqata halka in la muujiyo markuu nabiga kaleey salaalahu alayhi wasallam laba shardi oo dhahir oo ka dhigay oo ah man ku xiran magfirada ilaahi wuxuu dib dhaafayaa ninki iimaano waxtisaaban u soomo halkaas waxa ka heleysa marka in culimada in kasta macna gaar ah uu ku fasiray iimaano waxtisaaban iiman markuu dhahay nabiga kaleey salaalahu alayhi wasallam man saama ramadaan iimaano waxtisaaban qufir lahum ma taqaddama min dhanbihi tabaan riwaadahay soo ma taakhara jirta laakiin sax ma aha لكن هذه الرواية دانو صحيحة وما تقدم كلية دم بيجي سهرة لدها في الهيس لكن شرط إيمان واحتسابا حافتك ابن حجر مرو فسره يوحو يري أيو حلال جيدا إيمانا به إنو قفك على وجوبيتي إنو آمن سنها إنو واجب كويها وإله وحنك واجبي وإن هين وحو اسكسو ما يصانك صندوك لا وقفك حلال دونيا إنو آمن سنها إله إنو واجب رمضان كأصولنا وح واجب كذا ما هو وح صدقاء oo bixna inay ahayn oo ita wax waajib ku ah saas ayuu ku fasiray oo wuxuu leeyahay wax tisaaban iyo talab oo sawaab min Allah subhanahu wa ta'ala ilaahay inuu ajir ka dalbado oo niyad uu ku hayo markasta saas daraadeed waxaan yiri hoos hore markaan ka hadlayna niyadana waxaan nahay inuu nabiga kaleey salaam alayhi habeen kasta in niyada la jamciyo ay tahay nasku ku soo maalmay jamac ninka aan niyada aan jamcinay bisha habeenka ramadaanka ahadiis ah لكن إمام خطابي أي تفسير عجيب أصار إيمانا واحتسابا كا كاسد مودد إنه تفسير كيس وكله يهي معناها عام كا ما كلا فيري وعلي يهي وحال لجي إذا إيمانا إنه يتهي العزيمة لجي إذا قفك أنه رمضان كان أو صومه أصغو عزيمة له من طيبة النفس نفسي سنجعشه ومن غير مستثقل لصيامه ولا وعلي ولا مستطيل لأيامه أصغو oo aan culaysna aan dareemayn ramadaanka iimaanan waxaa lala jeedaa asoo ramadaanka aan culays caziimo ah
يجعل إيمانك قو رمضانك قبو إن الرجل هذا كاس وكان له دم دافعه وأهاني مد عريض علاس أنك دليل مين رمضان كنت بدن علاس كهيا وما أنت أنك شاكينا يا نبكيس جاجديس وحسي كشاكينا أما مستطيل لأيامه أوه ما الميس هذا رأي يوقف سري والله ما أنت رمضان ما أنت وديرا ما أنت قرحت وأقول لات ما أنت سوى ديرتاي قرمو رمضان رمضان هكذا قواس عليكم جران إيمان واحتسابك وإيمان إحسان وحق قفك صوت جعل وقب عبادة محادعي قفك حال ربح على عبادة وقذنا نعم مشاقي اللي ذهي قفك نفط وحي برتي كوي تمام إلا إلى عليه هذانا وحال اللي هي إن قفك إيمان واحتسابه وصومه وإلهي أجر كدر بإسم مركزنا عزيمة داس عريل يكوها من نفط صوت جعل وحلاوة الإيمان كون النبي ساتر هذا وحال اللي هي مركز كاسا اللو دي مدافية وحيدها علماء قاركوز محيجرة هامبا محاد عدد وحاجر لير إيمان واحتساب أصومه إنه وعادة أصومه إليه ليه تد عادة أصومه محاد عي صنك يا صوق قالي قروا قد تتكو إنه ليه دن أي أصومه أوه أصغي مينو قفة كذا مالا مركو أسك صومه وابصوم صنك وكو قصبية سألت الله دي دحارك يسا عباداتك لن محسوسنا عباداتك كلن سألت الله دي محسوسته لكو أسك صومه أسك أفحرين محاد عي تتكده أما مقايده ماشي وحكو عن لها اللي حري مركو وابكو قصبية صنك مركو إيمان واحتساب معه marka kaas ay qeydkan u ah iimaan iyo ixtisaab wuxuu ka bixinayaa marka dadka soo saaraya waxa kala jiray in culimada dad u soomaayo jiim ahaan inuu ku isku caateeyo wuxuu leeyahay marka tiraahid maxaas caateeys wuxuu leeyahay dad ramadaanka soo dhaw ramadaanka bilaabanaya nafta waa caatoobaysa waa is caateena marka niyadiisa dhan waxay tahay ramadaanka inuu arko inuu wax isku caateeyo jiim ahaan iyo uu ku sameeyo ساس دراد أصلاً وحكبها شرط جهاد إيمان واحتساب نجيرها قيامك كوسوار سدوك على سجن قيام ليلك أسو أدنى حلو حلا سجن دي من داف كيسة تتك صلاة تراويح تكون أي حلو دافي إن إله سبحانه وتعالى إشعائر تسئن وليان أي ماذا أي تكذان لكن وإيمان واحتساب أسجن دلا مركك قاركود ما أدنى حكومة شغل سنية هاي المسائل المكوي ما دذو الله دجال يا أما دذو حك شيء يا تتك صلاة باتن كرك عد تكون أي أي حكومة لا أسئن وكفل بدنيا asaga sidii kuu tumar qocuto kada asaga la sunnadu ku dhagan cid ka dadka kala sunnama haastaan waha kada sheeydaanka dhan wuxuu maanta ku mashquuliyay masajidada oo kala reeba dadka xulay masajid heebel ha tagin kan hala yimaado waa arag dad haram ku arag dad ka tagay oo masajid kale oo maka ku yaal waa arag qofka markuu diinta oo fahamkeeda oo si meel ka gala dhibaato weyn oo leeyahay haramka ayaa 20 lagu tukada nabiga oo qilaafay أن مساجد كله أمك كويل وكسوت كنا وسديت ركعي تكنا مكوي تمركع أي دليل هذا محرم صلاة ديسة أي على مدة صلاة مساجد كله وتكنا نقول لها سديت ركع أنا أصلنا ذكر له جنة من النبي عليه الصلاة والسلام عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين مكاسك كدين بدنيها مسأو كدين في عينها وضدك أنت تجيه أنت سدتك هذا ما سفها نسيها النبي عليه الصلاة والسلام فعل كيس يقول كيس إن يقول كيس أوه رأيه صلاة الليل مثنى مثنى نوير حتى إذا قاف أحدكم وقفكين تكبق النبي عليه الصلاة والسلام لبلبل لو تكون نوير إلا صدح بقول ركعة تكدار وإله وحلو دوان وقربات مركا وحاس وطن وحكا بحنا إيمان واحتساب صلاة تكون دنبا إيمان احتساب كين وسكن دافو ولقيا احتساب كين وصلاك إيمان كاس معناه دوحتها إنه آمن سيها قيام كان وتكون إله سبحانه وتعالى إنه دوانا وأه صلاة إلهي سبحانه وتعالى صنّد قصارته بس عمر إن هذا الكيس قول كيس قادنا نبي من أبري أنا أبري وأه مرك العمر فعل كيس أسم يسد نبي قول كيس وعوها عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين مرك دتنا حوا مساجد دت كل بيان دت كي كل دجال ما يان مساجد كوبوسوس عشان يهلك معلية أنا جالس إيمانه سقور كيس وقصو أفرا وحاس إن لك دافو ما حد عي وحوس عطاء ذي قفر له ما تقدم من ذنبه بالله عليك نين دمي داف دونانا وهادان وحكو عيارة كورمر ماشو دمي داف دونانا وحكو عيارة اما انسان كنو دماد عيو جعليها اما رمضان كو عروا قور ميل واسع عرير اللهين واسعي كليسة ووحور وقسمي انو كتو كدوربا ما اقوب اجر كيس انو كحريا ننكا مسلم كا محايالي اجر كاي مغفر داد وحي كحريا انتا قفك مسلم كي اقوب نبقى عليه السلام سمحا كسقنا هذي اعماش والا الهي والا بندقا كل امانة اسنين تي قميس تعرض اعمال على الله سبحانه وتعالى ما انت قميس تي اسنين تي لبندقا walay wala afiidadka ay ilaahay u shirgay leen ila laba qof oo isdagaas marka ninkan walaalka ala dagaalsanta ama riixiis cadawadin ku sameeyneysid kaas way kan oo dambi dhaaf ku horeysid ana tuhibuna an yaghfira lahu lakum walilahi yaj'asha inu ku dambi dhaafe war dadka afi
عل أيا كرت أنت تراويح وتكون يا عل أيو ليها قبيل كل عل ليها هي وحرة وصف قرن كنت كذا وتراويح إلهي أو كبر يو قبيل هبل اللي قمسوا شيء كرم ومشكلة ومرك مرك عدي إس إلهي إنه عفية ربا والرير كان أسخب ستين وحنا الأحمر إس عفية إيه هالشيء إس وما اللي بيسوي ماله قال لنا أو كرد ومنس إس كداي إني كأسكوب باهن مايا رير كان سقى لو ترتم كل جرا صلاة وتاعين قيام ليلك مرك أبو بكر مركو كجوي ويلكي مستعها ورنا وشكنا وكجوي مرصوفه وإلهي آيات القرآن كسر دجي وحكسر قبري ألا تحبون أن يغفر الله لكم معناه هذا مفهوم قال في كذلك على قفامه ورنك الربو إلهي إنه ديم داف وردتك عافي صفات المتقين وحكمي دعان رمضان حكمة يسوع حوالا لعلكم تتقون كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تقودنا ثمرة هذا ميرة هذا وحاء مغفرة مركا متقين تكمد نغو سيا رمضان كوحال وفر ذي إن متقين تكمد نغت متقين تيجيهين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين يا وي الذين ينفقون في سراء والضراء والكاذبين غيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وردتك إسعافية ولا لها صومالية إسعافية إلهي تتس وعافية ما أنت أن قبيلة تذكر هسين أن من بنيك كالو لوك تجارين وعذب وتقي إيس إلى عليه قبل قبل كالي هو الأرشادو تلاضع إذن كعانت يدكو جبتها كاس وكان رمضانك وإلهي دي مدافو ويدي سناي لكن أنت هل كان لقو اسم هذا كوضو رمضانك تاغل من قفر لهم أتمرك إيمان واحتسابا أو إيمان واحتسابا نسأل الله السلامة العافية قد كتلفون كالو هلو قفك أصواك قوان للعك الهلو هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في قصول المياه ها اوكي شيخ وحر دينا قويتي سنة كي هوري رمضان كي هوري عنق ما حوجينا يي ما نتومين لكن مركي دنبوان خليي مركا ما وحفي دالي إيقابه نامي نعم طبعا هدي عنو قدرتي سأوفرتي في دينا بحسو هدينا بحين كرتا في دينا شرد ما هنا مركز بحسو مركز بحين كرتا اوكي هدا نفتديد وبخي مركزنا حوي مركز في دينا قام رو اوكي وما سنتا شيخ بارك الله فيك لنعك الهلو هلو ها تليفونك كل هذا التي فيك سكدا السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا شيخ وحن قصوا عتما يا دلك هولن أنا شيخ وحارب أنا لو سأل أنك ورصده أي أنا سأشك ودفعت أن قف حامل أيانا هاي أن سلاده عشان تسلاده هديها أن سلاد كميدة أنت هو سقاته أنه كو كالي أن ما أن ما قطع يكرا أن أن دقو لغها ما يا هذا سكسان قشتيد واحد قشتيد هذا هو مصح كوس هذا كاجب تويسده ها لكن ويسده مركز اللغة هو حكمتها أركان تي إذا كمتها ويسده اللغة لغوة مهم ما يا علشان هنا وعروس سكسان تي وجرت هنا يعني مصح ها مركز دم مصح كرتها ها آه. لا هبين لا هبين إيمان هبين إيمان بس ما شاء الله وصمان هاي تنور معلم هبين إيمان أختار كي لكن وح إيش هي إن المهي قل عيف أيهين مركز إن شق وإن اسكت داين كرا وفيرنا علمي غرمدانك اه اسكت داين كرتها نعم ان شاء الله لكن اريد مصحات هبين ايمان ما دام اقول قاعد جوكت هبين ايمانك ليه مصحيسا سكسانت هبين ايمانك دي بسي بيسا ود المره بعد لو دقيقه دن وكشين ساس يعني نعم لنعك الهلو الو الو ها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شاخر لما سؤالات مرة بينا كويديو هاي انا دعي فيه انا هنوما لينا واقرت ان سحور لانت ومحاي سبب لاذا سحور لانت وحياة بدنا لاذا سبب بدنا اجر بدنا كوقفاي ونبقى عليه الصلاة والسلام وحوي لتسحروا في ان في السحور بركة علماء البركة ذا سمعنا بدنا كوفصرين واه ان الهي صونكاس ومالكاس كوقبو جنايو الهي انه خير بدنا كوصينايو marka wa sunan nabiga kaleey salaam salaam inaan noolayn oo naagsan hadiis galno waxa ku sugnaaday ninki saxuurtay inay malaa'igta ilaahi subhanahu wa ta'ala ay u duceynayaan marka waxaasna ku gafay soon kadan ajir meel kas ajir laga raadinaa marka saxuurta hatta walow galaas biya habati mira galaas caana waxaasna ku saxuur insha Allah ma sha Allah su'aashayda labad imika inaad ka jawaabtaan umalaynayay laakiin waxaan rabaa inaad ii siirad keysin meel waxaan ka shaqeeyaa dadkan cadaanka ay way iska dhibbadayeen نعم
musqusha biyaad ku daadinaysiin hawlo badan bay ku oranayaan markaas anigoo subaxii markaan guriga ka baxay weysaysta kadibna salaadka duhurkan meesha joogaa ee masaxa ayaa ninka la yiri maxaa leedahay ruux waxba kama jiraan bay maxaa leedahay saar bacalkan sharabaadko weysayso may ma ku waa masaxi kartaa sharabaadka waa masaxi kartaa nususa ku soo arorto jazaak allah baraka allah dhinaca kale halow 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 tv ga iska daa qofka dhageysanayo halo asalaamu calaykum wa calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu sheekhtuni miya ha sheekh waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal ah waxaan la dukunaaniyow niman turki ah oo salaada taraawiixda iskugu xira afar salaada witirka ah ee ugu dambeysana waxaa lagu dhex daraa iyadana muxuu ahay laba rakaco la socota ayaa inta uu taagan yahay sheekh wuxuu leeyahay allahu akbar kabacdi markaas cabaar ayaa la taagnaanayaa markaas kabacdi ayaa la dhacayaa oo rakooc loo dhacayaa kabacdi ayaa sujuudda loo sii gudbayaa marka muxuu ahay salaadaas muxuu ahay waa cusubta ani weli hore masoo arka waa soo arorta asalaamu calaykum aada u mahadsantahay naam dhinaca kale halow ha asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal sheekhan rabeen su-aal weydiiyey asaa kula hadla akhi tvga iska daa telefoonka igala soco haye haye hadal sheekh salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu sheekh waa jamaal oo kaala soo hadlaya holan waxaan rabay inaan ku weydiiyey su-aal soon ku saabsan soon hore iga tagtay maxay kaaga tagtay safar baan ahaa markaas marka xilli fogna way ahayd oo ilaa hadda maxaa kusoo gaarsiiyey soonka wallahi mar walba marka sanad kasta inta sanadka la gaarin soo maas dhihi jiray laakiin ma garanayo way ilaa ilaa 2008 soontii intii ka dambeysay 2008 soontii la soomaa bay ahayd intii ka dambeysay ma soobin markaas soontaas ma soo gudi markaa wadaad kala weydiiyey wuxuu igu dhahay fitra bixinaysaa mid kale wuxuu igu dhahay xol ma bixinaysa soontii inaa soo gudi waaye labada waa laga rabaa gudid iyo fitra waa bixinaya akhi gudida iyo fitra waa bixinaya marka maxay noqonaysaa fitrada aan bixinaya inta maalin aaddaysay aad maalin kasta hal qof yaa hal qof afurinaysaa camal afuris ama dharjinaysaa wax siinaysa ama dharjinaysaa naam okay may waan garanayaa intii iga tagtay intay ahayd cadadkii ahayd khalaas inshaas intaasintiina waan soo gudayaa fitrana waan bixinaya ah waka saas waa inshaa allah waraad haye sheekh aad baa maadsantaa dhinaca kale halow calaykum asalaam waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam tvga iska gaaba telefoonka igala soco insha allah haye 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 waa ku maqlaa asalaamu calaykum sheekh suule waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu sheekh ilaahi aku barakay waxaan kaa rabay inaa hal su-aal ku weydiiyo oo ah qofka oo haddii ilaah kuusama ogolyahay dadkan xanuunsanaya oo sunkarta qaba qof sunkar qaba ma iska fiiri karaa yani oo sunkartiisa meesha ay marayso oo ula socdo diig ma iska keeni karaa ma fiiri karaa yani in uu ogaado meesha ay marayso ha sunka ma jibinayso wuu iska fiiri karaa wuu iska fiiri karaa cirbada isku duraya meeshaas bashan mashinka lagu fiiriyo dhiigga ha wuu ku fiirina maasha allah haye sheekh dhinaca kale halow halo halo ha ha fiicna halo ha waa ku maqlaa ha walaa seeta alxamdulilah fiican sheekho sheekh soomaa waxay la hadlaya ha ha sheekho waxaan ku weydiin lahaa hal su-aal hay su-aashaas oo a sheekho haddii laga qaado dhiiggan blood testaha soonku ma iga jabaa maya makaama jabay okay sheekh waa mahadsantaha sheekh baraka allah fiik dhinaca kale halow tvga iska gaaba qofka hadlaya halow halo asalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullah wabarakaatu maaarkaraa asaa kula hadlaya akhi tvga iska gaabi waxaan kuweydiinayaa laba arimood haye waxaa tii dadlaalinta waxaa maqlaya waa tii kaarsooyinka waa lagu weysa waa la masaxi karaa ha kaarsada biyaha gudbaya qumba maahane seeseelo masaxaya qumba maahane qufka waana qaadan waa maqaal buu ahaye qof maa laka xadiisaa jira oo abu daa-uud iyo keyrkiisa xadiis thawbaan oo dhahay casaaba mare lagu xeray la masaxay asxaabta qolo maray qabow aadeen inay mare saxad oo lidaalika abu daa-uud u baabiyey masxul jooroobeyni ma aha masxul qufayn
نعم فوق هذا ككن يوحس يشر ديان لكن أصل كوحوي إنه قفك سيدي سبو حالوك يعني تيسير ومدى يسر قدين تي إلي هذا هاي مركا نصوى قصو أروري أقصو أرمي ها يا واقع تلواك ومدك سواشك وحوي وحسنتك إسو قاتل جيدة دسك وليسو إن شاء الله قولوا لا عاد تيركا إن شاء الله أخي هل كان ما إن شاء الله. أنا تلف كي قاد أنا يلسو حرير. يا. تلف كي قاد أنا يلسو حرير. هلا شيء تلف كان وياي. أي والقصير تصوع ماشي قلاد صوع ماشي. حياك الله حبيبي. قصو علي تلفنك ولا قبنا والقصينا. أيوة يا. إن شاء الله. لينعك هلو. الو الو ها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاولا الشيء قربين أساكو لهذا أخي أساكو لهذا أوكي ها هاولا مدعي وسعدية وحكتو هذا يا نروي وحربين عكو يدي شيقو لبسو هالوت هاي سؤال شكو وازو حيث هاي وحنقولو لها ودنك نروي ساسو تهي مركة مركة ربين عن هلي وقصو قدوك مركة قصو قدنو مركة حلالي هاي حلال إحرار وحي تهي وانا مكرنينو مادام مدير إن أهل الكتاب قالوا بتأن كأن حليرة ذا هربك مركز الدولة دنو وحشة بتأين كريستين تحي هذانا وقفت وحيد هم ملع ذكره كريستين من دولة مركز إيش اللي ما كجبن كرنا معاد مدد كل المسلمين هرب قدام مجران ميا ها ويجران لكن معنا مش أني أدقنا هاي مركز كم دولة مثلاً هذه في الحلاش هذه مركز شوف هذا كبح قول كاس وجرة وعلم هذا نكي لكن ضرورة هاي ستو oo wax kale aan heleynin waa loo qaada masalada waxay iqtisaadiyiin la hadla maana maaha inay ku daqdo diintooda ay ku dhaqmaan shardi maaha inay aaminsiin diinta nasaarada kaliya asal ahlu kitaab ku asaasay lagu magacaabo een laakin een masalada ah inaad haddu yurub abdullah ma sha Allah dad muslimiin badan adagan inaad raadisa xalashaas iska fiiri insha Allah ah سونك معناها ماشى عن كل سنة ومال وقويقة عند جنا هاي كل معناها لبعتني كو إلى لبعتني سبح إلى لبعتني أفر لبعتني الكو عند هاي تعب الوقاية صار سو أن صنا مرك المكشرين كنا سيدا معناها نسعودي وقلت ومسوا مسينا قرحة هدي صوبح ني صوبح ده علم مكحرك كرتان ولا سعودي مكحرك كرتان سيدا معايا سعودي تكون مطالع نمتين وكفوقتين haddii habeenki iimaalada isku dhex juraan aan la kala garaneynin habeen iimaal la kala saari karin oo quraxda iska taagantahay ama habeenki iska taagan yahay xaaladaas oo kala dawladda muslimiin ay ugu dhaw islaam ah ayaa raacisan ayaa la afuraysan asoon kan ku xirnaysan aan hadii laakin qurax in yar ay soo hadda waxa tilati ku macna saddex saac meesha ka baxsan laati afarta waa ina soo taacid ku xirin kartaa mala okay ma santaxya naam kale alo ha السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مليك الفكرة. أساكو لهذا يا أختي. شيخ سوليا. ها. شيخ سوليا مركز تهلي في إيمان وحدة سامر. ها. شيخ مركو حار هذا إيمان وحدة سامر تهلي في. ها. نسك قارو حيد هاي أنا ترى هذي يعني ساعدي هي دير نوحي تدعونا يعني. علاس علاس يكدري ما ينسونك. نعم. صح لكن مركز قارو قف مركز باي قبته. adoo ho en baahiya wala man soo ku dheeray baahi baa heese iman waxa samku ka soo galay ismiya insha allah soo galay sati oo niyadeed ilaah ogsoon macaan dadka kala niyad weyn ilaahay niyad uu fiirna markasto en afku mararka qaar kood hala ilaaliyo laakin marka afku marmar wuxuu ka soo fakan karaa laakin waxaan ka hadlaynaa masalada iimaanka marka la aqeed niyada laga hadlaya iyo qalbi arinta laga ilaaliyo saas naam nidaan kale alo السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحام إيري بفرما ما تنسى وهاي تلفونك. طيب أختي هذا هش إن شاء الله. شيخ بايا أفعل هذا. ها ساكل هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ إلهي أكبرك وحام قوى هالسؤال. أي. وحا جرت قبر أم ولالا ما هي وحوها يسأل سجارني. أها. مركا عني أهان مركا نفتي إذا واعفيه. ما سيدها سي اي عفز اي ود اكون غنى سامي سينا فيس كفيس انا نوتغون اركون عفية
عفيسك دمستركيس كاسوي وانا اما فيسك فيس ما حتى تليفون اكو هذا شان ولا اكو عفي ادني عفي ان انا ترى رمضان كو جرنا الى عماش انه اقبله ساس كله ان شاء الله وشك ان شاء الله جزاكم الله خير بارك الله فيكم ان شاء الله اجر بدن انه فيس قف كاسا وخيرهما من بدا بالسلام النبي عليه الصلاه والسلام انك بلابا اي اجر بدن ولي او سلامته كهور مر اسا ارتس عدسد هدو ديدن ايده دبي كوري كلغ ان عكل هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ هو سؤال عن قبار وانا كويتية هايه روحان استعمالا اربضها وحيالها اللي يسكدر او المها كالديرية واقرت مركا عادي ذي يقوم ادعظه واقرت صلاة نوان تكدا وانا صوما يقوم انا تشبته مركا ما محا ما دبا كجر سمحا وح دب كجر مالا الهك اقبله تانكيو ادرا ما سنتا ان شاء الله لنعك الهلو هلو هلو من عصواك جوا قفقاس هلو هلو ها ها هلو أنا برمش كنت خلقت هاي تفضل السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ وحنا ربينا كويدي السؤال اها أو كوسابسن على ما صن كي وشقة ذي ذا وحنا كشقة يا مال فورنا وروتي لقدو maasha roti lugu duu marka meel hore waxay leedahay oo biibito wax lagu yibiin marka waagart marka biibito sida hadda ayaga waxyaabo ay cunay cunayinkaan cunaan oo hot dog ay dhaano waxa ay ku yibiyaan marka waan naftayda u cabsaday marka waxaan sadahay kulay ma laha meesha shaqo kuma lii qaybta biibito oo qaybta dambe oo roti lugu duwan aad uga shaqeeyaa oo roti duwistiisa shaqo uu ku leeyahay maxaa marka su'aashaad شو عشان ما هاي نعم لين عقل هلو هلو هلا ها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أنس أنا ربي هنا كويتيو سنظر صدع فاصوني يتجي معان بأيقو قاسنا ما نسو قدني صونكي وحنا معانا بحنين مركا محان سمعين كرا ومحو إلا إسونك هاد إنها صنت مرتها بصوما أنت هاد ها معو صوبوس إلا صونك هنكالي صونك هاد ميهن صونك تيوريوها وصون واي أما إلا صونك كالي محوكوك سو قاري وقتك قبوه ومحو قليه ويد وهو قليه ما يسكر عيبك حسنيت إلا إسونك كالمجرنيد ها قلال لي لقاء ربا بس وحكا لقاء مرة إن شاء الله إيه هادي أو ويقوك عسنات وحفتنا هاي لكن استيل ويقوك عسنتا وهاد يقولي wa qabaadifki laakiin haddii waa soomanahay naftaada kulay taaluuga ku ridin hadii cudur aqabtid waa furi kartaa ilaahay quraanka wuxuu yiri man kaana minkum mariidan aw ala safarin fi iddatin min ayami qur waqtiga winterka oo orsoonka u yaryahay iska agudi kartaa marka jirro uu kugu soo gaareen qalal laga rabo insha Allah oo macnaha oo adoo gudu kara iska soo daynin نعم. أبغى نقص مرة كقارنوا صوم النقص كاتو يقعد داود النقص كذا استماع دمية. مايا دم ما تنو بقاق صوما. ها بقاق واي. ها مايا صومكم هو هو ها. نعم. شكرا إن شاء الله. بارك الله. لنعكل هلو. 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 ها. هلو. أكو مغلا. هلو. هاي. هلو. هاكم مغلا. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عايز يقول سؤال على وين هو ايه تلفك على خلق ايه والله انت ده صامن هاي ها وات سؤال شو مغلا وات ما عنده بعثوا منا هالين ما حصل في المال كان في السوق في ما فهم هالين
نه فيري ترتن كوين أو إلهي البرية أو البرية ده وهبينك وين هذا هبينك أفل أفلان تابت صنكا كو صنكا سقلي لو ده هو كادع صنك لكن أجرك مغفرتي وهبينك وين وحصر واحد لآذاي وقرانك الآخرين أو إلهي البرية وهبينك وين مركا مسلسل هذا كده وحبا يكون مشغولين إن وقتي إن كقادن إن وقتي وقتي أكفون إلهي سبحانه وتعالى وده وقت الفرصة وين صنكا تبينا جالس موجود جانسك أنك صومرة موجود مركب وقت يرى هاي ستة وقت مسلسل أقول لمين إن شاء الله لكن صنك مجبا ما يصنك مجبيناي صنك مجبيناي لنعك الهلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم شيخ ساشي وحوى محلا حديث صوم أنت هاي ها والله وقف صوم من نقول لكم ما لهم قول دي سيسي تنبي مياه محي ودي محي صوم من محي صوم من كله قال ديهين يا قالا ها وصيكرتا قالا وصيكرتا عنتو أوكي ثانك يو نعم لنعك الهلو الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ عرب سؤال انا ويدي وويدي كرت اخي ساكل هالله شيخ وصولي السلام عليكم بارك الله فيك عليك السلام ورحمه الله وبركاته نعم كويتي ربي دكتور ايلكها معناها بلان ايدي رمضان كدحديث واغرت مركا خوغا انيغنا وا كشكسنا وحان دعانكي عرنكي وحا متقانا يعني شقد القونا ايلكت ايلكا ها marka maalinkaas ma iga buraya ma ka buraya adii aw wixii marka ilka laga bixinayo dib bii wixii ku fakadaan ka baqaysid dib iska ka dhig laakin ilktaas dhig laga ان واسك وانس كلا ركرتا مركا وخ سو مجيبي كاس انا ديب ودكتا بركه بدن حداد بقيست ما انا حكمك كو شينا ادي حداد بقيست وحا كو وناكسن انا ديب ودغتيد او انا بي كو فكدان لكن ادي اي تاهي مساله ديب ملو ودغناي سوك مجيبيناي وا مساله او خلاف ما كتاغنين وي وحا كا بخي ادي ديق لغا سو ساراي ام ديق لغا قاداي ان وخ غلا سوك جيبي لكن وخ سو بخا سوك مجيبيان ها مركزونكم الجواب بارك الله فيك نعم لنعك الهلو الو الو لنعك الهلو الهلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ وحلوك ويديك وفي التنين دي لقد قفت القدرة ما كنت جميلة صوت عربت عادي صوصين تماها عربت بس قدرة في التنين دي ما واحد ما كجيبي ما كجيبي ايه في دربنا اضيق العتر شنطه بعدين لا بديه واحد يبغى ماجد لا بديه وناكسن لا بديه وناكسن لا بديه ابا وناكسن ها لا هي اوكي في تمنديه احنا يلا 100 بنقدر نغفر بدا نعم في تمنديه ما عربيد ولا في تمنديه هات امسيه هات عربيد او كر سنت لاغا دوراي ما وما جيبس هدي فليبه تهلي جيبس اكلي ها اوكي هي ما فهمت شيء نعم نناكله الو وعافيه قفكاس واكا غو دينعك الهلو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الو الو ها واكو مغلا تي في اسكدا تليفون كيغلا سو دينعك الهلو الو ها واكو مغلا الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الو هاكم مغلا تليفي تي تليفون كي دغيس السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ وحن دانينا كويديو تليفي كي سيدا تليفون كي رزا وحن دانينا كويديو ابا هيا بنتي هذا 17 سنه كهر الى هذا انا لا دخلين خوله سي وخي غري اما دول جيري عروتيدنا ان بدن هون هي 13 anigana inta badan iga waa weeyeen hadaan wali la dhaxlin aabahay ma dambiga ugu sugan aabaha dambi ugu sugan laakiin dadka dhalkay oo lahaa walaayid inay qaybiyaan raba dambi ugu sugan yahay maxay yahay xaq xaq badan aad dhumaayo een xaqaasna waa la soo saari kara oo tanaasuq iyo waxba lagu soo saari kara laakiin waa in la qaybiyo wanaagsan dhalka markasto aabana asaga waa wanaagsanayd inuu wax qaybiyo laakiin had wax dambi ma qofka maxay yahay dhalkiisa wuxuu qaybisiisa waajib ina qanaysa markuu geeriyo soo nool in lagu qasbo ma qofku inuu wax qaybiyo geeriiska bacda dhalku bilaabana marka dadka mas'uuliyad hayay dadkaas aad dinbaabay
لكن دمبي مي كو هيسا اباهي حد ان اسغا اهان ما 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 اسغا حد ما حالو دخلي واي واحد دمبي وي كو هيسا ما قرنا يعني ان شاء الله جزاك الله خير شيخ السلام عليكم نعم لينا كلا سؤال شخص أقول ده بيسافر ليا آه هلا آه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ ميا آه آه ما حار وين أكو يديرو سؤال أنا وين أكو يديرو هاي متى هو ده هو قفوا حقنا أو تكسوا ده مركا sometimes تسكق مركا خدك يا قلها يعني ما لقط زنجي so هذا جيزت واحد مية مقولين. أدمى وضع تكسي مصقف تكسي وضع وأسواش ويديوي. يا. أدمى وضع تكسي مصدت كلا ويديوي سواش. تذكر ويدينا. ما يقف سواش أصينه ويستدافع سواش كلا جذب تنقله. تنقله حا هو حبرش هذا أنا كنت جامعة روا مالك جامعة العج أو حق جد إنترست يا. سو دي تم هيك لذا. طبعا جامعة نوعي بنا لذا إنترست قارة كجرو قارة إنترست إيهن نوعي تهاي وكل بحسن ده أرجع نوشينا في ليه. هذه تكو جامعة هذه وح العق كان كقصود عيني أي إسكو شو بيان وهذه وح برشهريس تاسو بنات وقاعد كرتها لكن هذه العقت القصود شو بيقول إسكو بيحي وهذا هذه العقت اللي قاعد البناء يهربوا وتأسى قاعدا إن شاء الله. يعني ملقيت البناء أي كسينا لك هذا ترى اللي جربه. ها هذه هذا جربه لك هذه وح برشهد قيمة هذا اللي جربه مركز مركز العقت هذا قامرة وح برشهد قيمة هذا صد نص إنك بعد اللي جربه العقت بس بدل كرتها اللي بنات تاس. نعم وحن فيلا يا سؤال شو سأقول تبيس يا and سؤال شخص أقول ده بيسام فيلايا and قفك كلو كحنا تلف مقامن كرنو and واحدا قال نفسي دي شيدانة كهاتي أدان صحننا توفيق إلهي كهاتي سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله وصفرة وبله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلم كشخصية أو إسلام كدونيو إسلام كي يقوب بهاي شخصية يقوب بهاي إنه نقض قف قفك مسلم كه محل كدونيا إنه ونق إنه سوء يرقف مسلم أي أي and ظلم كا بين زوجات كدعاء وظلم قطرة خاصة een raga een waxaad arkaysaa in dulmi aad u farbadan ay ku dhacaan ayagoo ilaahay subhanahu wa ta'ala aan kaga cabsanin xaasaskood hadii aad aad hooyada iyo aabahaad aad caasi aad u ahayd ilmahaaga caasiina qanaayaan waleerka culimadu waxay yiraahaan waxyaabaha dunidu ku soo degdega ciqaabta oo dunidu ku soo degdegta waxa ka ugu horeeya ka mid ah waalidiinta